عرفت سنة 1993 حدثاً بارزاً ومتميزاً في مجال التكوين والتأهيل المهني، تمثل في تأسيس مجموعة معاهد التكوين المهني الخاصة إبياب من طرف الدكتور طارق محمد، أستاذ التعليم العالي اختصاصي في علوم التربية، وكذا من طرف الأستاذ طارق سعيد اختصاصي في مجال تكوين المكونين. توجد معاهد التكوين المهني الخاص إبياب في كل من الرباط والدار البيضاء. هذا المعهد الذي شق طريقه بنجاح منقطع النظير وما فتئ منذ لحظة التأسيس يحقق نجاحات باهرة تستجيب لهدفه المنشود، ألا وهو إفساح المجال لمختلف الفئات والشرائح الاجتماعية التي تسعى إلى تطوير كفاءاتها المهنية والنهوض بمهارتها ومؤهلاتها. فتحت في وجه الشرائح العريضة من الشباب بمعاهد إبياب منذ التأسيس شعباً تستجيب لحاجيات سوق الشغل، كما أنها عملت مؤخراً على فتح شعب جديدة في المجال الصحي وشبه الصحي، منها شعبة تقني مركب وبائع النظارات البصرية مستوى البكالوريا. وشعبة تقني متخصص في البصريات وقياس النظر، وكذا شعبة تقني متخصص مقوم البصر لحاملي شهادة البكالوريا. وقد حظيت هذه الشعب في المجال الصحي البصري بإقبال ونجاح منقطعي النظير، سواء بمدينة الرباط أو الدار البيضاء، مستقبلاً بذلك طلبة قادمين من جميع أنحاء المغرب. إذا كان المنطلق الأساس هو تلبية حاجيات سوق الشغل وتأهيل الشباب بمختلف شرائحه وتخصصاته لولوج هذا السوق بنجاح وإمداده بالمهارات الضرورية للانخراط، فإن المعهدين يفتحان أبوابهما على مصراعيها في وجه هذه الشرائح العريضة المتطلعة لغد أفضل. لذلك تراعي في هذا القبول الكفاءات والمؤهلات الذاتية في مختلف التخصصات والرغبة الجامحة في تحقيق ذلك دون ميز بين الشعب العلمية أو الأدبية أو التقنية. المستويات الدراسية المطلوبة: للمستوى التقني المتخصص يشترط فيه قبول المحصلين على البكالوريا فما فوق بمختلف شعبها. للمستوى التقني يتم قبول المحصلين على مستوى البكالوريا فما فوق، وذلك بالنسبة لجميع الشعب. للمستوى التأهيلي يفسح المجال فيه بقبول المستوى الدراسي للثالث ثانوي إعدادي فما فوق. تتوفر مجموعة معاهد إبياب على قاعات للدروس النظرية والتطبيقية مع وجود المعدات الضرورية التربوية لجميع الاختصاصات الملقنة. تتميز الوسائل والتقنيات والمعدات الديتاكتيكية لمعاهد إبياب بطابعها الوظيفي الذي يشكل دعامة بيداغوجية أساسية في التكوين والتأهيل، فهي حديثة ونوعية مواكبة لآخر المستجدات، مصونة بعناية، قابلة للتلقي النوعي المنشود نظرياً وتطبيقياً. كما يتوفر المعهدان المتواجدان في مدينتي الرباط والدار البيضاء على بنية تحتية تحتوي على قاعات ومختبرات مزودة بالحاجيات الضرورية، كما تستجيب لمعايير الجودة المسطرة من طرف الوزارة الوصية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. وتجدر الإشارة أن قانون الممرات بين مختلف المستويات حاضر في مؤسستنا بنص قانون يعطي للمتدربين فرصاً تمكنهم من استمرار تكويناتهم والارتقاء بهم إلى تكوينات ودبلومات عليا في مجال اختصاصاتهم سواء بالمغرب أو الخارج. يتوفر المعهد على أطر تربوية من العيار المتميز، ذلك أنه ينتقي الأساتذة المؤهلين والمتخصصين في مواد التكوين والذين تتوفر فيهم
من الكفاءة العلمية والبيداغوجية والتجربة والعطاء ما يؤهلهم أن ينهضوا بالمهام الجسيمة الملقاة على عواتقهم على أحسن وجه، لأن هذه المهام يرفعها شعار التدبير التربوي المتموقع حول المردود والنتائج. يقود سفينة تدبير هذين المعهدين أطر إدارية محنكة مشهود لها بالخبرة والتجربة والمواكبة وحسن التموقع البيداغوجي، فهم يسهرون صباح مساء من أجل توفير الشروط وتسيير الخدمات الضرورية، سواء للطلبة الوالجين للمعهد أو للأطر التربوية المنتقاة بمهنية عالية، ولهم خبرة مشهود لهم بها في ميدان التواصل وحسن الاستقبال وجودة الخدمات الإدارية. خططت هذه البرامج والمناهج لمجموعة معاهد إبياب وفق مقاربة التدريس بالكفاءات بمهنية متخصصة تراعي الخصوصيات الفارقية وحاجيات الطلبة الوافدين، وتعطي الأهمية القصوى للأنشطة التطبيقية التي تشكل 70% من برنامج التكوين. وتتيح هذه البرامج لجميع الطلبة من فترات التدريب التطبيقية في المقاولات والمؤسسات حسب مختلف الشعب والتخصصات، تأهيلاً مضموناً من طرف المعهد. إن مؤسسات معاهد إبياب تتوفر على سجل حافل بالنجاحات لفائدة ما يفوق 4000 من المتخرجين على امتداد هذه الحقبة الحافلة بالتتويج والعطاء، كما تؤكد ذلك حفلات التخرج التي تشهدها المؤسسة كل سنة، والتي تعبر بجلاء عن أفواج المتخرجين الذين يشكلون نواة جيل دينامي متطلع ومتحفز للإقلاع والإبداع. هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية. مجموعة إيكول إبياب فتحت أبواباً ربما كانت مغلقة. لقد حظيت معاهد إبياب منذ تأسيسها بشهادة الاعتماد من الدولة، والتي تجعلها من بين المؤسسات التكوينية الخاصة ذات الجودة العالية، مما يؤهلها إلى منح الطلبة المتخرجين منها شهادات ودبلومات معترف بها رسمياً، تخول لهم اجتياز مباريات التوظيف وذلك في القطاع العمومي والخاص، كما تمكنهم من فتح مقاولاتهم في ميادين اختصاصاتهم وذلك في الإعلاميات والتدبير وكذا في ميدان البصريات. يعقد المسؤولون لمعاهد إبياب على هذين المعهدين شراكات وظيفية مع الفاعلين المهنيين المشهود لهم بالخبرة الوطنية والدولية في مختلف القطاعات ذات الصلة بالشعب والتخصصات المرخصة، حتى يتمكن لطلبتهم من اجتياز تداريبهم، وذلك من أجل اكتساب مهارات تطبيقية تسهل لهم عملية الإدماج في سوق الشغل أو فتح مقاولتهم الخاصة. J'ai choisi IPIAB Optique pour sa bonne réputation concernant les enseignants expérimentés. Je vous encourage tous à venir vous inscrire ici à IPIAB Optique parce que l'optique est vraiment un métier de futur. Dans le secteur paramédical qui me donne plus de chances d'avoir un métier libéral, d'ouvrir mon propre magasin pour bosser pour moi, faites comme moi et venez s'inscrire à IPIAB Optique, école de qualité, accueillante. Je fais gestion d'entreprise. Alors j'ai choisi cette filière pour l'intérêt et la motivation que je porte à ce secteur, qui est le secteur économique. C'est pour ça que je me suis inscrite dans l'IPIAB. IPIAB pour moi et pour tous les étudiants, c'est une opportunité, c'est un avantage et bien sûr c'est une fierté. IPIAB c'est un avenir professionnel bien crédible. تعرف مؤسسة مجموعة معاهد إبياب بأنشطتها الثقافية والترفيهية المتميزة التي تقوم من خلالها من فترة لأخرى بتوفير رحلات وخرجات تتيح للطلبة أجواء بيداغوجية مفعمة بالمرح والتفاعل، وكذا تقوم بأنشطة رياضية تهدف إلى جعل العقل السليم في الجسم السليم، مما يجعل هؤلاء الطلبة محفزين نفسياً واجتماعياً ومتطلعين إلى الاندماج والتواصل والانخراط الناجح
في مشاريعهم المستقبلية التي ستساهم دون شك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لوطنهم العزيز. قطعت معاهد إبياب أشواطاً طموحة في خدمة أبناء هذا الوطن الغيور، حيث مضت على تجربتها الرائدة 20 سنة من البذل والعطاء في ميدان التكوين المهني. شهدت خلالها هذه المعاهد تأهيلاً يتناسب مع الوافدين عليها من مختلف جهات المغرب وفي شتى التخصصات، حيث قدمت الدليل على أن خريجيها قادرون على تحقيق حلمهم بمعانقة سوق الشغل أو فتح مقاولاتهم الخاصة، وبنسبة كبيرة فاقت التوقعات دون كلل أو ملل، بل ودون أي إحساس بالنقص. Il me fait plaisir de préciser que le groupe IPIAP est reconnu actuellement aussi bien à l'échelle régionale que nationale comme étant une référence parmi les écoles professionnelles accréditées de qualité et qui s'est manifestée par la formation de plus de 4000 lauréats dont la plupart sont déjà intégrés dans la vie active aussi bien au Maroc qu'à l'étranger. فمن أهدافنا السامية التي سطرناها منذ إحداث هذا المعهد هو الجودة في التكوين لمد الطلبة بالكفايات والمهارات التي تسهل لهم وبدون شك عملية الاندماج في سوق الشغل، بل أكثر من ذلك إحداث مقاولات خاصة بهم كل حسب تخصصه.